قولي كلمة لمين يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. ميرسي جدا ان انت وطير جدا من معنوياتنا حقيقي، يعني كان ليك دور كبير جدا في اننا نفشل كلنا. شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل، عملتوا معانا الصح. بس انا ما حلتش اهو ايه. ربنا يسهل، انا اعوض ان شاء الله. على فكره حاجه كويسه يعني بيساعدنا في الفاينل. حرام اللي بيعملوا فينا الصراحه، كميه معلومات كتير قوي، وقت قليل، ومطلوب منك ان تجيب درجات عشان تعوض تعوضلي في الفاينل. بس من حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ان امتحاننا يعني مش عارف، هو سهل للي مذاكر وصعب للي مش مذاكر، بس الحمد لله ان ربنا وفقنا وكرامه وكرمنا كده. بس انتوا تعاقبكم معانا في الماتش بتاع النهارده، الجمهور عامل اساسي معانا عشان خاطر احنا بنتعامل بالجمهور، من غير الجمهور احنا مش عارف نلعب ومش عارف نجيب الكاس العالم باذن الله. نفس الجلاشه اللي اتعملت معايا اتعملت معايا ومعانا حاجه اعرف يعني باين اقول ايه.